الصلاة لابد أن نأتي بالصلاة كاملة. 我们的礼拜功必须要做的完本。 الصلاة لها شروط. 拜功有条件。 قبل أن أدخل في الصلاة لابد أن أأتي بهذه الشروط. 我们在例行拜功之前必须要符合这些条件。 أهم الشروط الإسلام. 最重要的条件必须要有归信伊斯兰。 فلا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة المشرك. 阿拉不接受非伊斯兰者的非穆斯林的宗教。 من يسب الرب يسب الدين يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تقبل صلاته حتى يتوب. 有些人他骂阿拉骂使者骂穆斯林这些人的拜功他阿拉不接受。 يطوف حول القبور. 那些那个转坟崇拜坟墓的人 يذبح不被接受。 يذبح للجن. 为精灵而宰生的人，他的拜功不被接受。 لابد نحذر من الشرك حتى تقبل العبادة. 我们必须要警惕脱离举办才能拜功才能被阿拉接受。 الشرط الثاني العقل فلا تقبل صلاة المجنون. 条件第二个条件是人要理智，一个疯子，那没有理智的人，他的拜功不被接受。 وكذلك لا تقبل صلاة السكران. 一个喝醉的人拜功不被接受。 الثالث تقبل صلاة الصغير إذا كان يفرق بين الأشياء يعرف أن هذا ماء وهذا نار تقول له قم يقوم واجلس يجلس تقبل صلاته إذا يميز يفرق بين الأشياء. 对于能分辨事物的小孩，他的拜功也是被接受的。 والرابع النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة لابد أن ينوي بالصلاة وجه الله سبحانه وتعالى. 第四条条件是要举意。 一个人要正确的举意，安拉才能接受他的功德。 ولا بد من أن يصلي وتكون على طهارة من حدث أكبر اغتسال حدث أصغر وضوء. 一个人必须要这个要大小净的情况下要有大净和小净才能礼拜。 ولا بد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء لا يكون عليه نجاسة لا على بدنه ولا على ثوبه. ولا يصلي في مكان نجس سجادة مثلا. 要消除污秽，消除身体上的污秽、衣服上的污秽，以及礼拜地点上的污秽。 ولا بد أن يستقبل القبلة، يستقبل الكعبة، يستقبل مكة. 必须要朝向卡尔拜，朝向麦加的方向。 ولا بد من دخول الوقت، لا يصح أن يصلي قبل الوقت ويحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت. 必须要按时礼拜，提前也不可以，错后也不可以。 ولا بد من ستر العورة أخذ كامل الزينة في الصلاة. 必须要遮盖修体以及保持自个儿必要的装饰。 نعم هذه هي شروط الصلاة يأتي بها قبل الدخول في الصلاة. 这就是拜功的条件，在礼拜之前要首先看要符合这些条件。 نعم.